أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت رب العالمين تجعله صعب سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نحل اختبار محافظة الشرقية للصف الثالث الإعدادي، فصل دراسي أول في مادة الجبر عام 2019. السؤال الأول: اختاري الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة، طبعا عارفين الفرق بين أكبر وأصغر قيمة في مجموعة من البيانات بيسمى إيه؟ المدى. هو ده تعريف مين؟ المدى. المدى هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة. إذا كانت لام واتنين وخمسة وتلات كلمات متناسب، فإن لام على مين بتساوي كام؟ طيب لما يكون لام واتنين يبقى لام على اتنين بتساوي ميم على تلاتة، دي كميات متناسبة. لام واتنين دي كميات ايه؟ متناسبة. هيصبح عندي لام على ميم بتساوي اتنين على تلاتة، مقدم على مقدم يساوي تالي على تالي. إذا كانت س في ص بتساوي الزوج المرتب، مجموعة الزوج المرتب س في ص، حاصل ضرب ديكارتي س في ص بيساوي الزوج المرتب اللي هو اتنين وتلاتة، فإن س تربيع، س تربيع، س تربيع دي اللي هي س في س، زي دي س تربيع دي هي س في س. يعني لما يقول س حاصل ضرب ص بيدي الزوج اتنين وتلاتة، يعني معنى كده إن س كان فيها العنصر اتنين بس وصاد فيها العنصر تلاتة بس. طيب لما اجي اجيب س تربيع يبقى هتبقى اتنين في نفسها، يبقى هي مجموعة الزوج اتنين واتنين. لو جبت صاد تربيع اللي هي صاد في صاد هتبقى برضه تلاتة في تلاتة، س في س او س تربيع هي زوج المرتب اتنين في اتنين، اتنين واتنين. طب اذا كانت س في ص بتساوي خمسة فان ص تتناسب بقى. تتناسب مع ايه هنا؟ المفروض ص تتناسب عكسيا مع س، هنا في حاجة عكسيا؟ لا، لكن في س أس سالب واحد، لما بنحولها لس بس تبقى س واحد على س، دي واحد على س اللي هي س أس سالب واحد اللي هي ايه؟ يعني ص تتناسب عكسيا مع واحد على س. إذا كان المستقيم الممثل للدالة د من حيث من حالها حيث د س بتساوي 2 س زائد 3 ج تكعيب يمر بنقطة الأصل، فإن ج بكام؟ طيب ده بيمر بنقطة الأصل، يعني عندنا الس بصفر الصاد بصفر، ده الصاد ده الس اللي هي الصاد بصفر والسين في اتنين بصفر زائد تلاتة جيم تكعيب، يبقى اذا جيم هتساوي صفر. اذا كانت النقطة كاف تربيع وناقص اربعة وكاف تقع على الجزء السالب من محور الصادات، شايف ادي محور الصادات الجزء السالب بتقع هنا النقطة دي ولتكن هنا، يبقى اذا السين بايه؟ خلي بالك لما تقع على الجزء السالب، تقع على الجزء ده كده في اي مكان هنا على الجزء السالب محور الصادات، يعني اول المركبة السينية بصفر لان اللي هنروح لها شمال واليمين بصفر، يعني كاف تربيع ناقص اربعة بتساوي صفر، اي ان كاف تربيع بتساوي اربعة، يعني كاف بتساوي زائد او ناقص اتنين. طيب هناخدها زائد ولا ناقص؟ نشوف الكاف، لو انا اخدتها زائد، لو اخدت كاف بالزائد يعني هتقع على الجزء الموجب، يعني كاف بالموجب فوق. لو انا اخدت الكاف ما انا عندي اجابتين، كاف زائد وكاف ناقص، لو انا اخدتها بالموجب يبقى كاف هتقع فين؟ في الجزء اللي فوق، ودي برضو بتقع على محور الصادات، لكن هتبقى الصاد ان هتبقى النقطة دي على الجزء الموجب، يبقى انا لازم مضطر اخد كاف بتساوي سالب اتنين لان النقطة
على الجزء السالب للصادات. لو خدتها بالموجب بتقع على الجزء الايه الموجب، يبقى هي بالسالب 2، يبقى كده تساوي سالب 2 بالتحديد، مش هتبقى سالب او زائد، سالب ايه 2. السؤال بعد كده، اذا كانت س وص وكانت ع علاقه من س لص حيث ألف عين ب، تعني ان 3 ألف بتساوي ب، 3 ايه ألف بتساوي ب، يعني اضرب الألف ب3 هتديني ب. طيب نشوف كده، نقول علاقة بتساوي أزواج. أما أخد 2 دي، الاتنين دي أعوض بها فين؟ ألف عين ب، يعني ألف مسقط أول وباء مسقط تاني، حتى هو قالها لك أهو، ألف تنتمي لسين وباء تنتمي لصاد، لكن دي كمان بتعني دي بتساوي الكلمتين دول، ألف عين ب تعني بتساوي الكلام ده. ألف تنتمي لسين وباء تنتمي لصاد، ألف مسقط أول وباء مسقط تاني، ألف مسقط أول باء مسقط تاني، خلاص. طيب نبدأ نحل. هو بيقول إن ألف هتبقى مسقط أول، يعني تاخدها من المسقط الأول تضرب كل رقم هتاخده من سين تضربه في 3، يبقى 2 في 3 ب6، يبقى ينفع أخد 2 مع مين؟ مع 6، لأن الباء سوت 6 والستة منتمية للعنصر للمجموعة الصاعدة. يبقى أول زوج 2 و6. طيب 3 هضربها في 3 تدي 9، الألف هاخدها من هنا اللي هي دي، هضربها في 3 دي، يبقى 3 في 3 ب9. طب 9 موجودة؟ أه موجودة، يبقى 3 و9. بعد كده هاخد 4 أضربها في مين؟ أضربها في 3 تدي لي 12، ال 12 موجودة في الصاد، أه يبقى 4 و12. دي كل الأزواج اللي أقدر أخدها أو اللي أقدر أن أكونها، يعني هي دي العلاقة. طيب معنى إن دي العلاقة، بقى نشوف بقى الأسئلة. أكتب بيان عين كتبناه اللي هو ده. مثل عين بمخطط سهم، نمثله بمخطط سهم. هذا السين اللي هو 2 و3 و4، وادي الصاد اللي هي 6 7 8 9 12، 2 مع 6 3 مع 9 4 مع 12. اكتب هنا يعني كتبناه، مثل بمخطط سهم، مثلنا، وهل عين دالة من س ل ص ولماذا؟ نعم عين دالة، لأن كل عنصر من س ظهر كمسقط أول مرة واحدة، فقط دي س دي صح، ظهر كمسقط أول ومرة واحدة، يبقى الشرطين اتوفر، مسقط أول ومرة واحدة، خلاص يبقى إيه هو دي دالة. سؤال بعد كده، إذا كانت 2 س 2 ألف ناقص، لو دي 3 ألف ناقص 2 باء ناقص 2 جيم، على 3 باء ناقص 2 دال بتساوي ألف على باء. اثبت أن ألف وباء، سؤال أعراض، إذا كان المقدار ده فيثبت أن ألف وباء وجيم ودال كيمياء متناسبة. أدي العلاقة قدامي، عايز أثبت أن الألف والباء والجيم كيمياء متناسبة. نعمل ايه؟ اضرب طرفين في وسطين كده، يبقى 3 ألف باء 3 ألف باء ناقص 2 باء في جيم ب2 باء جيم بتساوي 3 ألف باء ناقص 2 ألف دال. نجمع الحدود متشابهة، يبقى 3 ألف باء ناقص 3 ألف باء ناقص 2 باء جيم، خليها بتساوي ناقص 2 ألف دال، ده وده مجموع بصفر. نقسم ده على سالب 2 الطرفين، يبقى السالب يبقى باء جيم بتساوي ألف دال. أنا قسمت على سالب 2 هنا وهنا، باء باء جيم بتساوي ألف دال، يعني أقدر أقول ألف على باء بتساوي إيه؟ جيم على دال.
ألف على باء، ده على ده بتساوي جيم على ده. لو لفينا كده اهو، كده اهو ترتيب دوري واحد، ألف على باء بتساوي جيم على ده. يبقى إذن ألف وباء وجيم ودال كميات متناسبة. سؤال بعد كده، إذا كانت سين صاد عين في أول، سين تقاطع صاد في عين، أول حاجة نجيب سين تقاطع صاد. سين التقاطع اللي هي العناصر موجود هنا وهنا في نفس الوقت، ادي الاثنين والتلاتة موجودين، يبقى دي سين جيم تلاتة، سين تقاطع صاد بتساوي اتنين وتلاتة، اتنين اتنين وتلاتة. طيب اضرب الكلام ده في عين، يبقى سين سين تقاطع صاد في عين، المجموعة دي اضربه في مجموعة عين اللي هي سبعة واتنين، عين اللي هي يبقى اذا بتساوي اتنين وتلاتة، المجموعة دي هنضربها في سبعة واتنين بتساوي اتنين وسبعة، اتنين واتنين تلاتة وسبعة، تلاتة واتنين. جبنا طيب عايزين س فرق ص واضربه تاني في عين، س فرق ص ادي س وادي ص، هجيب كل اللي في س ما يكونش موجود في ص، ايه هو ده الفرق، ناخد كل اللي في س بشرط اللي موجود منها في ص اشيله، يبقى انا عندي اتنين وتلاته في ص هشيلهم الاتنين والتلات باقي واحد واربعه، يبقى س فرق ص بتساوي واحد واربعة. اضرب الكلام ده في عين، يبقى س فرق ص مجموع دي في عين اللي هي بتساوي، نضرب يلا على طول لواحد واربعة، ضربه في سبعة واتنين، يبقى واحد وسبعة، اهل واحد مع سبعة ومع الاتنين واحد واتنين، بعد كده أربعة وسبعة، أربعة واتنين، خلاص كده جبت له س فرق ص مضروبة في أهي. إذا كانت لام تتناسب طرديا مع ميم وكانت لام بتساوي عشرين عندما ميم بتساوي سبعة، أوجد العلاقة، لما أقول لك أوجد العلاقة يبقى أنت تجيب العلاقة بتفرض إن لام بتساوي ألف في ميم، لأنه بيقول لم تتناسب مع ميم، لم تتناسب مع ميم، فنفرض نقول لام بعشرين لما ميم بسبعة، يبقى نعوض عن لام بعشرين بتساوي سبعة في ألف، يعني ألف بتساوي عشرين على سبعة. أوجد العلاقة بين لام وميم، جبني العلاقة ألف بتساوي اللي هو الثابت، يبقى إذا لام بتساوي عشرين على سبعة ميم، دي العلاقة. بعد كده ثم أوجد ميم عندما لام بأربعين، يبقى لام بكام؟ أربعين، عاوزين نجيب مين؟ الميم، شلت اللام حطيت أربعين وأدي العلاقة، دي بسط مع بسط وبينهم يساوي، أختصرهم يبقى الاتنين، يبقى إذا ميم بتساوي اتنين في سبعة بأربعتاشر، يبقى أنا جبت له ميم عندما كانت لام بأربعين. طيب مثل بيانين منحنى الدالة دال بحيث دال س بتساوي واحد ناقص س تربيعين، ادي دال س واحد ناقص س تربيع، دي السؤال أربعة، واحد ناقص س تربيع متخذا س تنتمي لسالب اتنين واتنين، الفترة من سالب اتنين س تنتمي من سالب اتنين لاتنين، ومن الرسم أوجد. بعد كده نرسم بس الأول ونشوف، يبقى احنا عندنا دال س هنعوض عن نجيب دال دي س
ودي دال س. نعوض، هنعوض عن س بسالب واحد لسالب اتنين، سالب اتنين سالب واحد صفر واحد اتنين، بس دي القيم اللي هنعوض بيها. عوض سالب اتنين تربيع بأربعة، واحد ناقص أربعة ناقص تلاتة، سالب واحد تربيع بواحد، واحد سالب واحد بواحد، صفر تربيع بصفر، واحد ناقص صفر بصفر بواحد. تاني كده، ودي واحد دي صفر، دي اللي صفر، واحد ناقص واحد بصفر، واحد ناقص صفر بواحد، واحد تربيع بواحد، واحد ناقص واحد بصفر، واحد اتنين تربيع بأربعة، واحد ناقص أربعة بتلاتة بالناقص. يلا نمثل، أنا عندي سالب تلاتة والسينات، يبقى أنا يهمني الربع اللي تحت، الربعين اللي تحت، هنا واحد اتنين، سالب واحد سالب اتنين، هنا واحد هنا صفر، واحد اتنين تلاتة. عندي سالب اتنين سالب تلاتة، سالب اتنين اهو ادي سالب تلاتة، واتنين ب سالب تلاتة، عندي الواحد سالب واحد، عندي سالب واحد صفر، عندي الواحد صفر، عندي الواحد واحد، عندي الصفر واحد. يبقى بنمثلها كده اهي. إحداثي نقطة رأس المنحنى، عاوز الإحداثي، يبقى إحداثي نقطة رأس المنحنى هو صفر واحد. إيه تاني؟ القيمة العظمى أو الصغرى، ما فيش إلا عظمى، يبقى القيمة العظمى عند س ص بتساوي واحد. عند صاد واحد قيمة، قيمة الصاد فين؟ بواحد. معادلة محور التماثل اللي هو المحور السيني، معادلة محور التماثل اللي هو محور الصادي اللي هو فيه س دايما بتساوي صفر، هي دي معادلته، س بتساوي ايه؟ صفر. خلاص. طب نشوف الجزء ده، إذا كانت باء وسطا متناسبا بين أ وجيم اثبت أن، بيقول لي بقى وسط متناسب بين أ وجيم، يبقى عندي أ على باء بتساوي باء على جيم بتساوي ميم، ومنها هنجيب الباء بتساوي جيم ميم، والألف بتساوي جيم ميم تربيع، لأن الألف تساوي باء ميم، بنعوض عن باء بجيم ميم هتبقى جيم ميم تربيع. بيقول لي وسط متناسب، ببقى أنا عارف الحاجات دي، دي ودي، بسبب ان انا عاوز يثبت بقى، يثبت ايه؟ ان اتنين جيم تربيع ناقص تلاتة باء تربيع على اتنين باء تربيع ناقص تلاتة الف تربيع بتساوي جيم على الف. يلا هنعوض في الطرف الايمن، يبقى ناخد دايما الايمن بيساوي اتنين في الجيم تربيع زي ما هي نسيبها، ناقص تلاتة الباء بكم؟ بجيم ميم، نربع يبقى جيم تربيع ميم تربيع على اتنين الباء بجيم تربيع ميم تربيع، هي باء تربيع، نربع الباء تربيع اللي هو جيم تربيع ميم تربيع، ناقص تلاتة ألف تربيع اللي هي جيم ميم تربيع، هنربعها يبقى جيم تربيع ميم أس أربعة بتساوي، هناخد جيم مشترك يبقى باقي جيم تربيع بقى اتنين ناقص تلاتة ميم تربيع، انا خدت جيم تربيع مشترك على، هناخد برضو جيم تربيع مشترك بقى اتنين جيم تربيع ميم، هناخد من تحت جيم تربيع ميم تربيع، ميم تربيع جيم تربيع مشترك بقى اتنين ناقص تلاتة ميم تربيع، القوس ده هو نفسه سوى
على دفع الواحد، ده بتساوي واحد على ميم تربيع. طيب الميم تربيع بإيه؟ أدي الميم تربيع بتساوي ألف على جيم. الميم تربيع من ديت تساوي ألف على إيه؟ جيم. يبقى بتساوي واحد على ألف على جيم، يعني بتساوي جيم على ألف اللي هو ده. سؤال خامس: أوجد الانحراف المعياري للقيم أن القيم الآتي. الانحراف المعياري لمجموعة من القيم بنجيبه إزاي؟ بنجيب الوسط الحسابي للقيم، يبقى بنجيب بجيم خمسة، بنجيب سين بار اللي هو الوسط الحسابي، بتساوي 20 32 5 16 27 على 1 2 3 4 5 بتساوي 2 و5 7 7 14 و6 20، صفر معانا الاتنين. 2 و2 4 و3 5، 5 1 6 و2 7 على 5 تاني. 2 و5 7 و6 13 و7 20، 2 و2 4 4 و3 7 20 و20، 2 و2 4 و3 7 و3 10 10، يبقى بتساوي 20. يبقى الانحراف المعياري اللي هو س بار بتساوي ايه؟ 20. طيب احنا بعد ما جبنا س بار بنعمل الجدول بتاعنا، دي الس اللي هي 20 32 5 16 27، س ناقص س بار 20، يبقى 20 ناقص 20 0، 32 ناقص 20 12، 5 ناقص 20 ناقص 15، 16 ناقص 20 4 بالسالب، 27 ناقص 20 7 بالموجب تاني، 20 ناقص 20 0، 32 12، 5 ناقص 20 ناقص 15، 16 ناقص 20 4، و27 ب7. س ناقص س بار بتربيع، صفر 12 144، 15 في 15 225، أربعة في أربعة بستاشر، سبعة في سبعة تسعة وأربعين، اجمع خمسة أربعة وخمسة ستة عشرة، خمستاشر وتسعة أربعة وعشرين، أربعة أربعة تمانية واتنين عشرة، خمستاشر خمسة من واحد أربعة، مية أربعة وأربعين، ميتين خمسة وعشرين، 16 و49 بعد كده بقى عندنا السيجما اللي هو الانحراف المعياري، الانحراف المعياري سو الجذر التربيعي ليه مجموع اللي هي السميشن س ناقص س بار كله تربيع على عدد القيم اللي هو 5، بيساوي الجذر التربيعي ل 434 على 5. نجمع تاني، 144 زائد 225 زائد 16 زائد 49 يساوي على 5 بيساوي 86.8 و 8 من 10، بتساوي 9،
و 32 9 و 32 من مي تقريبا، بس الانحراف المعياري بيساوي 9.32 من مي. بعد كده إذا كان المستقيم المماثل للدالة د حيث د س د من ح لح، وده س بتساوي 2 س ناقص 3 ك، ده س بتساوي 2 س ناقص 3 ك. يقطع محور السينات في النقطة، بيقطع محور السينات في النقطة 6 وميم ناقص 2. أوجد قيمتي كل من ميم وكاف، ميم وكاف. طيب النقطة ديت بتقع على محور السينات، يبقى الصاد فيها بصفر اللي هي المركبة الصادية. يبقى بما أن ده هي النقطة دي ميم ناقص 2 تقع على محور السينات، إذا ميم ناقص 2 بتساوي صفر، إذا ميم بتساوي 2، ميم بتساوي 2. طيب أنا عايز ميم، جبتها، عايز كاف كمان أعوض، بقى إيه؟ أصبحت النقطة هي ميم بقى، يبقى إذا النقطة هي 6 واتنين ناقص 2 بتساوي 6 وصفر. 6 وصفر دي بتحقق الدالة دي، يبقى إذا هنعوض عن د س بصفر، بتساوي 2 في 6 و12 ناقص 3 في كاف، يعني 3 كاف بتساوي 12، يعني كاف بتساوي كاف، هتساوي كام بقى؟ هتساوي 12 على 3 بتساوي 4، يبقى كاف بتساوي كام؟ 4، تصبح الدالة د س بتساوي 2 س ناقص 4 كاف. هو كان بس عاوز كاف وعاوز ايه؟ ميم، وحسبناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.